يتوجه وزير التموين والتجارة الداخلية الشريف فاروق للمملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية. يهدف المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة ووسائل التنفيذ الفعالة وتعزيز التعاون الإقليمي. كما سيتم التركيز خلال المنتدى على مناقشة أحدث البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي والأغذية بالمنطقة وتأثير الأزمات المتلاحقة على النظم الغذائية.